أسدل التونسيون الستار على الانتخابات التشريعية ونتائجها التي أدت إلى فوز حزب نداء تونس بالمرتبة الأولى، وحلت حركة النهضة في المرتبة الثانية، لتتجه الأنظار في تونس نحو انتخابات الرئاسة التي يرجح متابعون أنها لن تكون أقل حماسة من سباق الانتخابات التشريعية. الشارع السياسي التونسي تسوده حالة من النقاش والجدل بشأن تشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها حركة نداء تونس بأكبر عدد من المقاعد من دون تحقيق أغلبية مطلقة، على الرغم من تفوقها على حركة النهضة. الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس اعتبر في آخر تصريحاته أن الشعب ومن خلال هذه النتائج بعث برسالة مفادوها وجوب مشاركة جميع الأحزاب التونسية في الحكم. احنا جبنا 85، معناها عنا أغلبية نسبية. الشعب التونسي أعطانا الأولوية، لكن ما أعطناش الأغلبية. ما يلزمش ثم فئة أو كذا تشعر وأن الحكومة ما تمثلهاش. هذا درس لابد نكونوه ولابد ناخذوه مع الاعتبار، لأن نحن مش كيف غيرنا باش نفوروا على الشعب ونقولوا له ما حققش عملت الكلام. وفيما انتهت الانتخابات التشريعية فإن التونسيين على موعد مع استحقاق آخر بعد نحو 20 يوما، وهو الانتخابات الرئاسية التي يتوقع مراقبون أن تتأثر بما أفرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، حيث بدأت بعض الأحزاب التونسية التي حصدت نتائج ضعيفة في الانتخابات البرلمانية في التشاور لبحث دعم مرشح موحد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 من نوفمبر الجاري. تونس حرة حرة. التونسيون يتوقعون من قادتهم السياسيين أن يعملوا معا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي ناجح وتحقيق الاستقرار السياسي المطلوب وإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. هناك خطر حقيقي، نداء تونس فاز الانتخابات النيابية وهنيناه بهذا الفوز، لكن أن تتركز السلطات الكل بيد حزب واحد يكون رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، نعود للمربع الأول، تونس حاجة إلى نظام سياسي فيه توازن يحافظ على الاستقرار ويعطي ديمقراطية تعددية. سباق انتخابي جديد يعد التونسيون له العدة ابتداء من اليوم، موعد انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين الذين سيبذلون كل ما في وسعهم لاستقطاب أصوات الناخبين التونسيين الذين يجمع كثيرون على أنهم يعون أهمية أصواتهم. عثمان عمر، العربية.